يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الدليل على تلبس ومس الشيطان للإنس؟ وهل في قول الله سبحانه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، هل في هذا دلالة على عدم التلبس والمس؟ لا، ليس في الآية دلالة، إن ما في الآية أنهم اتبعوه من غير إجبار، اتبعوه من غير إجبار، فهو يلومهم على هذا، يبعث الحزن في نفوسهم من باب التعذيب والعياذ بالله. وأما الدليل على مس الإنس للجن، الآية الصريحة، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مس الجنون. نعم، والواقع يثبت هذا، الواقع يثبت هذا، أن الجن يخالط الإنس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولماذا المشركون يقولون الرسول مجنون؟ ايش معنى مجنون؟ أنه خالطه جن، هم يعترفون بمس الجن للإنس ويزعمون أن الرسول فيه نوع من هذا. نعم.